السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. فسر ابن سيرين الحمل في المنام بالخير والزيادة في المال والرزق، ورؤية الحمل في الحلم للمتزوجة يدل على اتساعها في العيش أو الحمل القريب، وحلم الحامل للحامل يدل على سعة الحياة الدنيا والفرج القريب. فيما رأت أنها حامل بولد في المنام فهي حامل بأنثى، ورؤية الحمل بأنثى في الحلم تدل على الحمل بذكر. فيما رؤية الحمل بدون بطن في المنام تدل على الهناء والسعادة والرزق اليسير، ومن رأت أنها حامل ببطن لا يكبر في الحلم فهذا يدل على السعي بأمر يسير فيه منفعة وخير لها. رؤية الحمل في المنام ببطن كبير في المنام تدل على كثرة الضغوطات والمشاكل في الحياة، ومن رأت أنها حامل وبطنها كبيرة وثقيلة في الحلم فهذا يدل على الهم الثقيل. فيما رؤية الحمل بتوأم في المنام تدل على الخيرات والنعم والأخبار التي لا تخلو من المسؤولية والواجبات، وتختلف بحسب نوع الأجنة وأحوالها، وقد يؤول عدد الأجنة بعدد الالتزامات والهموم. فيما رؤية الحمل بولد في المنام تدل على الهم الغالب والمسؤوليات العديدة، ومن رأت أنها حامل بولد وتلد في الحلم فهذا يدل على انتهاء الكرب والشدائد. أما الحلم ببنت في المنام فدليل على الفرج القريب وزوال الهموم والسمعة والسعة في الدنيا وانفراج الأحوال، ورؤية الحمل بأنثى على وشك الولادة في المنام تدل على اليسر بعد العسر والشقاء. فيما رؤية امرأة حامل في المنام تدل على الأحزان والغموم والإنكاد حسب ابن سيرين، وإذا رأيت امرأة غريبة حامل في الحلم فهذا يدل على وجود من يضمر الشر والحقد لك في الخفاء. رؤية الإجهاض في المنام يدل على المرور بظروف صعبة وأزمات نفسية، وربما يدل على الخسائر الكبيرة، ومن رأت أنها أجهضت مع خروج الدم في الحلم فهذا يدل على الفساد في الخلق. فيما رؤية الحمل في المنام دون زواج في المنام تدل على الدخول بعمل لا يناسب مع الرأية أو الزواج من شخص غير مألوف. أما رؤية الحمل في المنام لرجل فتدل على كذبة وتظاهر بالمحال، وربما تدل على وضع الشيء في غير محله. أما رؤية الحمل في المنام العزباء فيدل على الوقوع في المشاكل والزواج من شخص غير صالح، وإذا رأت الفتاة العزباء أنها حامل بتوأم في الحلم فهذا يدل على كبر همومها وكثرة أعبائها. فيما رؤية الحمل في المنام للمتزوجة يدل على رغد عيشها وانفراج أحوالها. أما رؤية الحمل في المنام للحامل فيدل على الخير واليسر، وإذا رأت المرأة الحامل أنها حامل بالولد أو بنت في الحلم فهذا يدل على الفرح والسرور. أما رؤية الحمل في المنام المطلقة فدليل على ظهور مصدر رزق من جديد. أما رؤية الحمل في المنام للمرأة العاقر فيدل على القحطة وقلة الخيرات. أما رؤية الحمل في المنام بعد استخارة الزواج لا خير فيه، وقد تدل على المشاكل والحزن. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم. أتمنى أن ينال إعجابكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة وتفسير جديد إن شاء الله.